عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك ونشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن يوتيوبر جزائري مشهور جدا شهير هشام، بيتابعه الملايين وبيحبوه جدا جدا جدا، والحمد لله دخل القفص الذهبي وزواجه على الطريق والتقاليد الجزائريه الجميله. يلا بينا نشوف. كل السعاده وكل التوفيق يا رب العالمين ان شاء الله، ربنا يرزقه بالذريه الصالحه يا رب العالمين، هو وكل مشتاق. اللهم امين يا رب، واصلح لينا بيوتنا جميعا، اللهم امين. شوف حضراتكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم يا رب كل التوفيق وكل السعاده من كل قلب. السلام عليكم.